في إطار المشروع الملكي الضخم وتوجيهات ملكية سامية، احنا اليوم بصدد تسجيل الحرفيين في السجل الوطني للضمان في الضمان الاجتماعي وتأميم التغطية الصحية، لهذا وفي إطار واحد القانون 50/17 تنظيم الحرف. احنا اليوم جينا لهذه المحطة الأولى بساحة الجوطية ديال درب غلف، التحقنا بهذا المكان باش نسجلوا جميع الحرفيين الصناع التقليديين والعمال الغير أجراء. لهذا احنا هذاك منظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية وبشراكة مع المديرية الجهوية الصناعة التقليدية وكذلك مكتب الدراسات. احنا اليوم عندنا تقريبا كنعرفوا بان هذه الجوطية ديال درب غلف كتضم واحد العدد كثير من الحرفيين، قدروا عندنا واحد التوقع ديال 1000 حرفي اللي كاين في هذا المكان هذا. العملية غتم ان شاء الله، غيكونوا هنايا واحد الفريق مكون من اطور ديال الغرفة الصناعة التقليدية والمديرية الجهوية واطور ديال مكتب الدراسات، بالاضافة الى اعضاء غرفة الصناعة التقليدية، هما اللي غنجندوا اليوم ان شاء الله باش ننظموا هذه العمليه بشكل عادي. في اطار هذه المبادره الوطنيه اللي هي مبادره ملكيه واللي كتعبر على انطلاق واحد المشروع كبير، مشروع ضخم اللي غيستهدف مجموعه من الفئات ديال المجتمع المغربي واللي صراحه كتعاني من معاناة كثيرة، وهذا الشيء بان خصوصا مع انتشار المرض كوفيد، فجات هذه المبادرة هذه باش تستهدف هذه الفئات وتحاول انها تعطيهم واحد النوع من الامل لتجاوز المراحل الصعبة اللي كانوا كيمروا منها خصوصا في حالة ديال المرض. إذن احنا بدورنا كجمعية في سوق درب غلف كما علينا إلا أننا يعني نحييو مثل هذه المبادرات ونطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع إلى ما فيه خير مادام أنها غادي تكون في الصالح العام. أنا حرفي أي ميكانيكي، جيت اليوم باش نتسجل في التغطية الصحية الإجبارية من المرض والتسجيل في السجل الوطني للصناع التقليديين. مبادرة مهمة غتفيد كل شيء إن شاء الله، وغتدخل عليهم بالصحة والخير، وهذا هو اللي كاين.